السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيروي مقطع الوان للسكن المخفي الجديد. للي ما يعرف، السكن المخفي الخاص بالسيزون التاسع نزل. لو انك جمعت 90 قطعة فورت بايت فراح تاخذ السكن المخفي، ولو جمعت 95 قطعة فراح تاخذ التطوير الاولى من السكن المخفي، ولو جمعت كل قطعة اللي هي 100 قطعة فراح تاخذ التطوير الاخيرة، ونزلت معها 5 الوان جديدة. وعشان تاخذ هذه الالوان فلازم تلبس السكن المخفي وتروح تدور عليهم في الخريطة. لذا ايوب نشوف اماكن الالوان الخمسة. لا تنسوا زر لايك على المقطع، ولو حاب تدعمني تقدر تستخدم كود الايتم شوب سيو. اخليكم مع اماكن الالوان الخمسة ومشاهدة ممتعة.